البطولة الولائية الثانية الجينيوس كيتغي ليزان ضم أكثر من 170 طفل مختلف ولايات مختلف بلدية الولاية من السن 5-13 سنة، وهذه البطولة منها يتأهلوا الأطفال للبطولة الوطنية اللي تقام في العطلة الربيع إن شاء الله. تتم العملية عن طريق امتحانين، الأول في 10 دقائق يستعمل فيه المعدات العادي، والثاني 10 دقائق الثانية يستعملوا فيها المعدات الخيال. اليوم جبنا أولادنا هنايا باش يديروا هذه المسابقة وان شاء الله ينموا الفكر تاعهم، وهذه حاجه مليحه للولايه تاعنا، ونتمنى كاع النجاح للاطفال ان شاء الله. نشارك هذه المسابقه، بنشارك في هذه المسابقه الوطنيه ونحصل المرتبه الاولى، وهذه مشاركه الزوجه ليا من نشاركها خير كاع اكثر من نربحها باش نعيش التجربه تاعها. نشاركت في البطوله الوطنيه تاع 2019 وتحصلت على المرتبه الثانيه وطنيا، وشاركت باه نعرف المستوى تاعي على مستوى الوطن كيفاش راه. هذه المسابقه مفيدة للتنمية القدرات الفكرية.